ازيكم عاملين ايه؟ هنعمل مع بعض بوريك اللي بنجيبه من الفرن ده، وبيبقى حلو جدا جدا، ينفع للفطار الصبح وينفع في اللانش بوكس للاطفال في المدرسه. اول حاجه معايا كوبايه الا ربع لبن او حليب، هنحط عليها معلقه كبيره خميره وهنسيبها نقلبها. لو انتي متاكده من نوع الخميره اللي معاكي ممكن تعملي تشتغلي على طول من غير الخطوه دي، بس ده عشان نختبر الخميره ونتاكد هي حلوه ولا لا. بعد ما قلبتها هنسيبها شويه. بعدين هنجيب المكونات الجافة، معايا هنا 4 كوبايات دقيق، عليهم رشة ملح، معلقة صغيرة بيكنج باودر، بعد كده هننزل عليهم باللبن اللي عليه الخميرة دوت، هنحطه عليها ونبتدي بقى نقلبهم مع بعض. هنقلب بقى العجينة ديت او الدقيق وعليه اللبن بالخميرة. هنحط بقى باقي المكونات السايلة، نقلبها كويس، وبعدين هنزل عليها بنص كوباية زيت. وهنحط عليهم معلقة كبيرة صلصة، وهنحاول نقلبها كويس في الزيت، علشان لو حطيناها على الدقيق ممكن حتة تيجي فيها الصلصة وحتة لا، فالأحسن انك تقلبيها في الزيت وبعد كده تحطيها على الدقيق على اساس تتوزع كويس على الدقيق كله. لكن لو حطيناها كده على طول على الدقيق حتة هتبقى حمرا وحتة لا، والصلصة دي عشان بتديها لون حلو زي اللون بتاع اللي بنجيبها من الفرن ده، بتبقى لونها محمرة كده سيكة. هنقلبها بقى كويس قوي عشان الصلصة تبقى في الدقيق كله. بعد كده هنعجنها بايدينا. بعد بقى ما عجنتها هندهن دهنة خفيفة قوي زيت الطبق من تحت والعجينة، وهنسيبها عشان تخمر على حسب بقى الجو. وانا سبتها ساعة عشان الجو بدأ يبقى ساقع وكده. بعد كده هنيجي بقى الكونتر اللي هنعمل عليه، وهنبتدي نفردها. فردتها الاول كده بايديا، وبعد كده هنجيب بقى النشاوة ونفردها كويس قوي. هتفرديها بقى حلو، وبعد ما نفردها هنجيب اي حاجة عندك مدورة، ممكن كوباية ازاز عادي اللي بنشرب فيها، او اي حاجة معدن مدورة، اي حاجة عندك هتقدري تعملي بيها عادي خالص. هنعملها دوائر بس بعد ما نفردها كويس. بصوا مكاي يبقى حلو، اللي هو لا رفيع ولا تخين قوي. فردتها بقى حلو، جبت البتاع اللي هي ديت عشان عندي، مش عندك عادي ممكن هتجيبي اي كوباية عادي بنشرب بيها، وهتقطعي بيها عادي وتعملي بيها بكلهم مقاس واحد وشكلها متساوي. بعد كده بقى هنشيل اللي هو الحتت الزيادة دي وهجمعهم كده مع بعض وهعملها تاني. طبعا مفيش اي فتفوتة من العجينة دي هتترمي، فردتها تاني وهنقطعها برضو نفس النظام. كده خلصتها كلها. هنجيب بقى الحتت او الدوائر اللي عملناها دي، هنحط فيها جبنة، وبعد كده بقى هنحط حتة الجبنة في النص، ما نجيبهاش في الاطراف عشان ما تخرجش بره، ونقفلها بقى كويس قوي. هنقفل كده زي ما شايفين من الاطراف، وبعد كده هنحطها وندوس عليها كده علشان الطرف ده يتقفل كويس قوي. خلي بالك تقفليه كويس علشان الجبنة ما تخرجش بره. بصوا بعد ما قفلتها كويس الاطراف دوست عليها كده، او نقفل حلو قوي عشان الجبنه ما تخرجش. بصوا ادي شكلها في الاخر بتبقى عامله كده. هنعمل بقى بقيه الكميه برضو، هجيبها واحط حته الجبنه في النص ونقفل الاطراف كويس قوي. بعد بقى ما اقفل الاطراف هندوس عليها برضو زي ما عملنا في الاولانيه. كده تمام قوي. هنكمل بقى بقية الكمية كلها كده.
بعد كده حطيتها في الصاج اللي هدخلها فيه الفرن او الصينية. هندهن وشها ببيضة، ممكن بيضة، وتحطي عليها كام معلقة لبن، وممكن لبن، انا دهنتها باللبن وده لون حلو قوي من غير بيض. وممكن تحطي بيضاية وتحطي عليها معلقتين لبن وتضربيها وتديني وشها بيها. بعد كده عندك بقى سمسم او حبة البركة زي ما تحبي، انا كان عندي سمسم ورشيت الوش كله سمسم، ممكن سمسم ممكن حبة البركة. وبعد كده هندخلها الفرن. انا اول ما ابتديت في تشكيل العجينة ولعت الفرن عندي علشان يبقى سخن. لما تدخليها بقى الفرن سخن مش بتاخد وقت. ادي هي شكلها في الاخر بعد ما خرجت، تحفة قوي بأمانة، الريحة والطعم تحفة جدا بجد، ما كملتش يومين واتنسفت. جربوها هتعجبكم جدا جدا جدا، وهتعجب الأولاد، وينفع ياخدوا منها في اللانش بوكس في المدرسة، ممكن للفطار الصبح.